خط الصد هنا في المنشية هو من أقوى خطوط الصد في مدينة درعا. البارحة فشلت المجموعات الإرهابية في اقتحام هذا الخط، حيث وقعوا في كمين محكم بين رجال الجيش العربي السوري. يقع حي المنشية في الجنوب الغربي من درعا البلد. وصلنا إلى خط الصد والتقينا برجال الجيش العربي السوري. تسلل المجموعات الإرهابية لنقطة متقدمة للجيش قابلها كمين محكم. كانت المفاجأة كبيرة، العيون الساهرة والسواعد الممسكة على الزناد. انتصرتهم فجرا ولقنتهم درسا قاسيا أثناء التسلل. الحالة المعنوية لأبطال الجيش مرتفعة، وأسرارهم على الثبات في مواقعهم وحماية كل ذرة من تراب هذا الوطن الغالي. استغلت المجموعات الإرهابية المسلحة ظروف الطقس السيئة والرؤية غير الواضحة، وحاولت التسلل باتجاه إحدى نقاطنا المتقدمة، حيث تمكن عناصر قواتنا المسلحة بفضل الرصد المستمر والمتابعة من إحباط هذا التسلل والتصدي له والقضاء على عدد منهم وجرح آخرين. وجه الصباح لما كان قبل يطلع الضوء كانت لهم حركة، لما حركتهم هاي حاولوا يتسلوا على نقطة إنه، فكنا نحن في الوقت هذا مجهزين لهم كل شيء، فهنهم فاتوا على البيت ونحن كنا محاصرينه، وكل شيء كان بالبيت بين جريح وإصابات، والحمد لله ما قدروا يخترقوا تحصيناتنا.